السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء حبايب قلبي. يلا برج الجوزاء، الصلاه على الحبيب، التعليق الجميل، اللايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده، وعشان دايما اهتم بفيديوهاتكم وبقناتكم. يلا بقى نشوف قراءتكم ونشوف ايه الاخبار عندكم الفتره اللي جايه. واخر الفيديو باذن الله بفضل ربنا هنقول الرساله بتاعتك على الامنيه او على الحاجه اللي عمال تفكر فيها حاليا. هنشوف رسالتك، ورسالتك ان شاء الله تقول لك ان امنيتك قريبه او ان شاء الله باذن الله تتحقق في الفتره القادمه لحياتك. توقعات جديده وحصريه، ويلا بينا نركز، واللي ينطبق عليك من القراءه تنزل تقول لي في الكومنتات انطبق عليك ولا لا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب، اول حاجه لم شمل مع اشخاص مقربين لحياتك. الفتره دي انت بتثبت وجودك، بتسند نفسك بنفسك، مفيش حد بيسندك، انت بتسند نفسك بنفسك. وعشان كده عندك لم شمل مع احبه، لم شمل مع اطفال غايبه عنك، اطفال بعاد عنك هيترموا في حضنكم من جديد، هيبقى في تعامل احسن من الاول باذن الله. متقلقوش خالص، فانتوا عندكم لم شمل وهتلموا اطفال بينكم. في هنا حزن، طاقه حزن، يعني طاقه حزن مخلياك داخل في مرض، مخلياك داخل في عزله، حاله اكتئاب، حاله حزن، حاله ارهاق، نفسيتك تعبانة، قلق، حيرة، توتر على طول، ومش عارف ايه السبب. لا، انا مش عايزك كده، عايزك تطلع، ومش عايزك وشك الدبلان ده والزعل. ليه شايل هم الدنيا كلها فوق كتفك؟ اتأكد ان ربنا هو اللي بيرتب كل الامور اللي انت بتمر بيها. انت طاقتك فيها ازدهار، فبلاش تطفيها بالكلام واللي انت بتسمعه وبالافعال الاخرين. كام يوم عندك هيجولك هيفرحوك وهيحسنوا من حالتك النفسية. عايزك تخلي بالك وتحصن نفسك من الحسد اللي انت فيه، الحسد الشديد اللي انت بتعاني منه، وشوية التعب وشوية الامور اللي مضايقاك فترة وهتعدي، ما تقلقش خالص. يعني لو انتوا تعبانين نفسيا صحيا عاطفيا، الله اعلم انتوا التعب اللي عندكم ايه، بس فترة وهتعدي. بسبب حد دخلت في دوامة، بسبب حد عندك طاقة تفكير، والحد ده عايش ومبسوط وانت اللي حاليا حيران. ليه ماشي في طريقك وحس ان الطريق ده ضلمة؟ حس ان الطريق ده انت فيه لوحدك. فارجع اقولك تاني، لو عندك طفل مخنوق او تعبان او زهقان او زي مشكلة عنده او بعيد عنك، هيكون فيه لم شمل وهتطبطب عليه، او هو يعني انتوا الاتنين هيبقى في بينكم كلام باذن الله. في هنا ان انت هتاخد موقف في عملك، في علاقة، في حاجة معينة هتاخد موقف، والموقف ده هيكون حسيم، هيخليك خلاص تلفت، يعني تلفت انتباه الاخرين بشكل مختلف في حياتك. قلبك حساس ودايما روحانياتك عالية، وعشان كده هينكشف لك امر قدامك من ناس بتمثل عليك الحب والبراءة، بتمثل عليك الكلام الحلو. دايما بيكون عندك عزيمة قوية، بتعرف تاخد القرار، بتعرف تجيب ازاي القرش من تحت الارض، بتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة، والحاجة اللي بتفكر فيها بتعملها. وعشان كده هيكون عندك موضوع حاتم، الله اعلم انت ناوي على ايه حاليا، بس اليومين دول عندك اتفاق او عندك موضوع حيتم حرفيا، والستر هيكون من عند ربنا، لان ربنا هيرضيك برزقك اللي مكتوب لك الفترة اللي جاية. بس خلي لي بالك من صحتك. مين الاشخاص اللي بينك وما بينهم زعل، او بينكم وما بينه بينكم وبين بعض كلام او تعب، او هو كان السبب في التعب اللي انت فيه؟ لو في زعل بينكم وبين حد، هيبقى في كلام قريب جدا او صلح، علاقة حب قوية، خطوبة، زواج، الله اعلم. بس بالنسبه انتوا عندكم علاقه حب جديده، زواج جديد، امور جديده تخص العاطفه، حياه جديده تخص العاطفه باذن الله. بفضل ربنا هيكون في علاقات حلوه او في صحيه. اطلعوا لي بس من طاقه التعب اللي انتوا مسيطره عليكم، ان انتوا جسمكم واجعكم وان انتوا تعبانين.
دموعكم على خدكم، عندك دموعك على خدك، زعلان على نفسك، قلبك مكسور، مطعون، مخدور. في ناس قدروا يهزموك ويكسروا بنفسك، بس انت عندك ازدهار وهتلبس تاج الملوك. ليه؟ علشان عندك وصول لحلم، وصول لهدف، الله اعلم، بس انت عندك وصول لحاجة معينة انت بتفعلها اليومين دول. مهما تتغدر وتتظلم، تأكد ان ليك رب كريم هيحسن من الامور اللي انتوا فيها. بس في موضوع ماشي ببطء عندك، في موضوع مضايقك، موضوع محيرك، لو عندك يعني عندك حد من الابراج الهوائيه او من الناريه، عايزك تحسم العلاقه بينك وما بينه، وما تسمعش ست بتوصلك كلام وتوصل غير لغيرك كلام، وما تسمعوش كلام ستات، عشان دايما الستات بتحب تخرب البيوت. تاكدوا من كده، فخلوا بالكم من نفسكم وكونوا حريصين. انت تعبان بس من الصدمه القويه اللي انت واخدها في حياتك، مهما تدي برضو نزلوا من نظرك، فما تقلقش خالص، تقلقش خالص، علشان خاطر انتوا مغدورين، وبكده هيكون عندكم امور هتستجد. حياتك العاطفية بالك مشغول بيها جدا، مفيش استقرار ابدا في حياتك العاطفية. خلال كام يوم هيبقى في اتصال مع شخص بينكم وبينه زعل، هيتكلموا، هتتكلموا مع بعض، وهتدوا فترة فيها صلح البعض. وعشان كده دايما اقول لكم ما تدوش ودنكم لحد، ما تسمعوش لحد، وداري على شمعتكم تكمل، داروا على شمعتكم عشان توصلوا للحاجة اللي انتم عايزينها. فدايما امشوا بمقالة انه انتم عايزين اي حاجة تتم اسكتوا بس. في هنا كمان بإذن الله قرار مهم هتاخده، القرار ده يخص حياتك العاطفية. انت هنا في اختبار او في حاجة مهمة علشان خاطر تثبت قدراتك، تثبت حياتك. هنا عندك حد من المقربين بيراقبك، والحد ده دايما واقف كده ومرصود لك، بس ما تقلقش، عندك ترقية، عندك نقلة كبيرة بإذن الله. اكتشفت حد خاين، حد ظالم، حد غدار، حد بعد ما انت كنت معاه في علاقة معمي وبتديه، تواجهته مع بعض بالحقيقة وخدت القرار الصح وخرجته من حياتك. المنفصلين هنا عندك بشرة حلوة ومناسبة حلوة، وورقة مهمة جدا كانت ضايعة منك هتلاقيها، او عامة انتوا في ورقة ضايعة منكم، او في حاجة معينة ضايعة منكم هتلاقوها، ومجرد ما هتلاقوها هتاخدوها، وهيبقى عندك طاقة حلوة جدا، والطاقة دي هتبقى يعني هتديك كده حياة حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عندك هنا نصرة، نصرة على ناس أذتك. انتوا على قد ما بتحاولوا، بس انتوا تعبانين وبتفكروا بحاجات، في حاجات كتيرة جدا، وعشان كده عندك فترة من القلق، فترة من الهموم، بس ما تقلقوش، قريب جدا في رزق، والرزق ده هيكون تمن الصبر اللي انتوا حاليا صابرينه، اللي حاليا انتوا مهمومين بيه او شغالين عليه، فما تقلقوش خالص، اتأكدوا تماما ان ربنا هينصركم. بصوا هنا، هنا في موضوع حلو هيفرحكم قريب جدا، الموضوع ده هتكونوا فيها هيكون فيه ازدهار، وزي ما قلت لكم هتلبسوا تاج الملوك، والزعل اللي بينك وما بين حد هيبقى فيه صلح، وهتكونوا ملوك على كرسي العرش. ليه؟ عشان عندكم دايما انطلاقة وازدهار في الوان كتيرة جدا انتوا بتحبوها، بتحبوا الالوان الهادية، عشان كده بسبب الطاقة القريبة هيكون عندك مناسبة حلوة. بس في موضوع عمالين تخططوا له، عمالين تسعوا عشان تكملوه، عمالين دماغكم شغالة 24 ساعة. خلوا بالكم الفترة دي من اكتر فترات نقلة جديدة او توكيع في شغل جديد او طاقة جديدة، الله اعلم، بس هتطلعوا من الطاقة اللي انتوا فيها، هتطلعوا من الهموم اللي انتوا فيها بإذن الله. وخلوا بالكم انتوا عندكم دخول محكمة في خير ليكم، فما تقلقوش خالص.
مشكلتكم ان انتوا دايما واخدين كل حاجة على اعصابكم، وعلشان كده انتوا عصبيين جدا، اي حاجة تحصل بتاخدوها على اعصابكم، وده غلط جدا ليكم. بلاش ان انتوا تاخدوا كل حاجة على اعصابكم، لا، هدوا نفسكم واطلعوا من اي طاقة فيها مشكلة، فيها كلام، فيها مواضيع، فيها حيرة، فيها انقلاب عكس اللي في بالكم او من المواضيع اللي شاغلة بالكم حاليا. لا، خلوا اعصابكم دايما هادية، وخلي دايما عندكم يقين بالله ان هينصركم وهيعوضكم عن كل اللي انتوا شايفينه في حياتكم الفترة دي. ولو عندكم زعل بينك وما بين ابراج هو ايه، الفترة اللي جاية ممكن يكون عندكم صلح او عندكم كلام حلو يخص حياتكم انتوا، من ورا الكلام ده هتدخلوا في طاقة ايجابية، فما تزعلوش ابدا، لا، خلي دايما اعصابكم هادية. بسم الله، كمان هنا ان شاء الله باذن الله الدين اللي عليكم هيتسد بفضل ربنا، في ديون عليكم او في كلام بتسمعوه من حد يخص فلوس، الله اعلم، او انتوا طالبين من حد فلوس ولسه لحد الان مردش عليكم، مش عارفين. بسم الله، في هنا حد نصب عليكم، الحد اللي نصب عليكم ده كان قريب منكم، كان بينك وما بينه صله، احتلكم، خد من حياتكم كتير، خد منكم فلوس، الله اعلم، وعشان كده لسه لحد الان شايلين الهم وعاملين حساب صله الرحم اللي بينكم وما بين الحد ده. في كمان هنا يعني بينك وما بين الجيران كلام، او بينك وما بين حد كلام، وفي قسم اليمين عندك، في حد هيحلف باليمين او في حد هيتكلم في حاجه، الله اعلم، ما تقلقوش خالص، هدوا اعصابكم. مين الشخص اللي كان عزيز على قلبكم سابكم فجأة وغدر بيكم ويخرج عن اللي هو فيه، يعني سابكم خالص، بعد عنكم وانتوا بعدتوا عنه، وده كان سبب أذى في حياتكم، وسألتوا نفسكم أسئلة كتيرة، قلتوا احنا عملنا لكم ايه علشان خاطر انتوا تعملوا فينا كده. في حد هنا متوفي عندك، الحد ده عزيز على قلبك او انت بتحبوه قوي، بينكم ما بينه حب كبير، توفى فجأة وسبب توفيته ده انتوا زعلتوا قوي ولحد الان زعلانين عليه. في هنا حد مظلوم في حياتكم، بس الحد ده يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس هو مظلوم قوي في حياتكم، او شايل هم كبير، شايل مسؤولية كبيرة، والحد ده مظلوم ومستني اي بشرة تطلعه من اللي هو فيه. عارفين ايه مشكلتكم؟ في طرف تالت، او في علاقة تالتة، او في حاجة تخص حاجة تالتة عندكم في حياتكم، او انتوا تعبانين من العلاقة التانية، او تعبانين من الطرف التالت، الله اعلم. اهدوا، هدوا اعصابكم وارموا همومكم دايما على ربنا. في طاقة رجوع، او انتوا في طاقة انتظار رجوع حد، ممكن يكون الحد ده من الابراج النارية او الحد ده من الابراج الترابية، بينكم ما بينه علاقة هترجع، او بينكم ما بينه شراكة هترجع، الله اعلم ايه اللي هيرجع بينكم ما بين بعض. هنا خد بالك من صحتك كويس جدا، علشان مهما يحاولوا يستغلوك انت دايما عندك يقين بالله ان ربنا هينصرك، وزي ما قلت لك من البداية ان انت هيكون عندك امور حلوة. في احلام كتيرة عايزين تفسروها، في كذا حلم عندك اليومين دول انت شغال عليه، عايز تفسره بأي طريقة، أو أنت بتحلمه اليومين دول أحلام كتيرة جدا. في خوف هنا، والخوف ده عامل قلق ليكم، وبسبب الجبل اللي شايلينه فوق كتفكم تعبانين، والتعب ده مخليكم مخنوقين، حاسين بالملل، وحاسين إنه مفيش جديد في حياتكم. لأ لأ لأ، اهدوا كده وصلوا على النبي، علشان حياتكم العاطفية اللي انتوا قلقانين عليها وصحتكم اللي في النازل فترة، كل حاجة فترة معينة، اتأكدوا تماما ان ولا الفرح بيدوم ولا الحزن بيدوم، كل حاجة ليها وقت معين. هنا مستني تفرح، والست الخبيثة اللي دايما مظلماه ربك هياخد لك حقك الفترة اللي جاية، وجوازتك هتكمل، او جوازتكم، او مشوار خطوبتكم او ارتباطكم باذن الله هيكمل. انت هنا كمان مستنيين تتخلصوا من الهم اللي شايلينه، ومستنيين تتخلصوا من الماضي اللي كان كله ظلم.
رجوع، انتوا ظهر لكم رجوع، والرجوع ده هيبقى حلو برضو لحياتكم، او انتوا هيبقى فيه رجوع وكلام بينكم وبين حد، في شخص انتوا بتحبوه، هو ممكن يكون متجوز او في علاقة تانية او في حاجة معينة تانية الله اعلم، بس انتوا بتحبوه قوي ومش قادرين تنسوه. في شوية قلق على شخص عزيز على قلبكم، وفي حسد شديد مأثر على حياتك، مأثر على رزقك، وعشان كده عامل لك مشاكل بينك وما بين الشريك، ودايما بتفكر في الانفصال او بتفكروا ازاي تخرجوا نفسكم من اللي انتوا فيه. لو حصنتوا نفسكم كويس جدا هتطلعوا من اي صدمة كبيرة في حياتكم. كان في شخص بتحبوه قوي وكنتوا دايما بتفضلوه عن نفسكم، الحد ده خدتوا فيه اكبر صدمة بسبب انه اتكلم عليكم وانتوا ما تخيلتوش ابدا في يوم من الايام ان هو يكون كده. بعض طاقاتك فيها فرق، وبعض طاقاتك فيها وسواس وقهر، وده اللي مأثر عليك ومخلي دايما عندك افكار سلبية. استغفر علشان تطلع منه، وفك السحر اللي عليك، السحر اللي انت مخليك بتعاني من تعطيل وتفريق بينك وما بين اشخاص عزاز على قلبك، بإذن الله قريب جدا هيتفك او هيفسد، فما تقلقش خالص. قولولي بقى، حبة الزعل والضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيها حاليا ايه سببها؟ ما تقلقش ابدا، ربنا هيرضيك وهيفرح قلبك بسبب الحاجة الحلوة اللي هتحصل لك قريب جدا. انتوا ساعدتوا اشخاص كتيرة جدا، فحان وقت ان ربنا يخرجكم من حالة الركود اللي انتوا فيها، اذا كانت نقلة او اذا كان شهرة او اذا كان حلم، الله اعلم انتوا بتسعوا على ايه. ما تقلقوش خالص، كل حاجة ليها مخرج. اليومين دول هتلاقي نجمك بيلمع، هتلاقي فلوس جيالك، هتلاقي شخص دخل في حياتك بيساعدك، فحاول ان انت ما تحكيش عن خصوصياتك ابدا، وتكتم وتداري، لان الحسد ظاهر لك ولازم تحصن نفسك. فالفرحة اللي انت بقالك مدة مستنيها وعمال تسعى عليها قريب جدا هتكمل، وقريب جدا هتطلع من حالة العزلة اللي انت بتمر بيها، والحالة القلق والكركبة او حالة التوتر والضغط النفسي اللي انت اللي شغالين عليك فيه، او طاقات الكلام اللي مضايقاك ومخلياك مخنوق، كلها فترة. وتأكد تماما ان بإذن الله بفضل ربنا هتطلع من طاقة الهم وطاقة الظلم اللي انتوا بتمروا بيها. بصوا هنا، حالة من الورود، حالة من اليأس هتطلعوا منها بسبب الباب اللي هيتفتح عندك، وبسبب ان انت هتدخل نفسك بإذن الله في طاقة حلوة. بسم الله، هنا عندك ابتسامة حلوة هتخرجك من هم شايله على كتفك، فما تقلقش، ابتسامتك دايما بتسحر كل الاشخاص اللي حواليك، وعشان كده هتفرح قوي بسبب ان انت هتاخد حقك بنفسك، هتاخد حقك. مفاجأة هتجيلك من شخص في عملك، او شخص هيبقى بينك وما بينه شغل، او بينك وما بينه كلام، بسبب المفاجأة دي هتحس بالسعادة، وهتحس ان كده في انجذاب، في شراكة، في حاجة معينة حلوة، فما تقلقش خالص، ربك انت تريد وكل اللي حواليك يريده، بس ربك بيفعل ما يريد واللي شايفه ليك صح. وعلامة الاستفهام اللي انت بتمر بيها دي بسبب ان انت مش عارف تخرج من الخنقة والضيقة اللي مبوظالك حياتك. مين الشخص المتكبر عندك؟ الشخص اللي تحس كده ان هو في ايه انت مش فاهمه، ومخيفاتك اللي انت حاليا بتمر بيها، هدي اعصابك وما تخليش حد يزن عليك، انت معروف بصراحتك ومعروف بطاقاتك، من الأشخاص الناضجة، من الأشخاص اللي متألقة، من الأشخاص اللي واثقة في خطواتها جدا، ومفوضة أمرها لله، وبتقول أنا ليا رب دايما بإذن الله هيكمل لي فرحتي وهيسعدني من حيث لا تحتسب.
دايما بتدرسوا اموركم، بتدرسوا طاقتكم، دايما وشكم بشوش، دايما مزاجكم عالي، بس متقلبين المزاج في ثانية، في ثانية ممكن مزاجكم يتقلب من حاجة لحاجة تانية خالص. فبلاش تقلب المزاج، خلوا أعصابكم تكون هادية، بلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش التوتر، بلاش ان انتوا تحسوا بالضغط النفسي، وبلاش كل حاجة تدققوا عليها، عشان كل ما هتدققوا على الحاجة اللي في حياتكم هتزعلوا. ودايما هنا في التزام في تفاصيل حياتك بشكل كبير. الصراحة بتاعتكم ساعات بتزعل ناس منكم وبتدخلكم في طاقات سلبية، الصراحة بتزعل ناس كتيرة قوي، مش حابة لكم الخير ولا حابة المكانة اللي انتوا فيها. فما تسمعوش كلام حد ولا تستنوا حاجة من حد، لأ اهدوا خالص وخلي عندكم يقين ان ربنا هيسعدكم من حيث لا تحتسب. في شغل جديد انتوا ناويين عليه، او في حاجة معينة انتوا ناويين عليها الفترة دي بتشتغلوا عليها، ناويين تسعوا، ناويين تكملوا الهدف. من اجمل ما فيكم ان عزيمتكم عالية، وان دايما بتقفوا على بر الامان، ومن ورا بر الامان اللي انتوا بتقفوا عليه ده بتبقى بتوصلوا للاشخاص اللي انتوا عايزين توصلوا لهم. فما تقلقوش، الحظ واقف جنبكم، وعشان كده عجلة الحظ هتدور ليكم ولصالحكم، وهتلاقوا فرصة جديدة. الفرصة دي هتكملوا من وراها أمور، وهتتمموا موضوع على خير، وهيبقى في تواصل بينك وما بين شخص اشتياق، أو شخص بينك وما بينه لهفة بتفكر فيه. ممكن يكون في اختلاف سن، اختلاف بلد، اختلاف تقاليد عادات، الله أعلم، بس دايما في تفكير بينكم، وبتتمنوا ان انتوا تبقوا مع بعض. وفي برضه اشخاص بيحقدوا عليكم موجودين، بيحقدوا عليكم، بيتكلموا عليكم، بيحاولوا يأذوكم، وانتوا ما بقيتوش تثقوا في حد تاني زي الاول، بقى عندكم امور مختلفة، بس انتوا هنا منعزلين وقافلين على نفسكم ومش عايزين اي حاجة جديدة، والروتين مسيطر عليكم ومخليكم زي ما قلت لكم دخلكم في عزلة واكتئاب وصمت. لا، عدوا الحروب اللي انتوا فيها وطلعوا من طاقة الصمت اللي انتوا بتمروا بيها، وخلي بالكم الاستقرار والهدوء الفترة اللي جاية هياخد جزء كبير من حياتك، وهياخد كده طاقة منك فيها فرق. مشاكلك هنا بسبب القهر والظلم اللي في قلبك، من جميع النواحي حاسس انه مفيش حاجة بتكمل. لأ ابدا، انت بس اهدى، المال اللي انت محتاجه هيوصلك خلال فترة معينة. في موضوع بينك وما بين اهل، او بينك وما بين اسرة، مشاكل بينك وما بين حد، المشاكل دي بسبب ماديات، بسبب ورث، قضية في محكمة هتكمل ليك على خير. مهما انتوا اقوياء، ومهما انتوا ناس كده عندكم عزيمة وقوة، بس دايما قلبكم حزين، وقلبكم عامل زي الطفل، لو لقيتوا حد يطبطب عليكم هتترموا في حضنه، وهتحكيوا له على كل اللي تعبكم او كل اللي ظلمكم. هنا عندك قلق في البيت، قلق يخص اولاد، يخص اهل، يخص شريك، الله اعلم. فياريت تخلي بالك من نفسك على قد ما تقدر الفترة اللي جاية، وتكون حريص على كل افعالك، وحريص على كل كلمة طلعة من لسانك، حتى يعني عايزك تكون حريص، كل المطلوب منك الحرص على نفسك قوي. هيكون في كمان بعض التغيرات عندك في عملك، في حياتك بالكامل، الله اعلم، بس انت الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حبة تغيرات حلوة. هيكون كمان عندك انتصارة على بعض الاشخاص اللي موجودين في حياتك، ومتعمدين دايما يأذوك، او متعمدين دايما يتكلموا عليك. انت من اكتر الشخصيات اللي هي بتحب تعيش الحياة ببساطة، من اكتر الشخصيات اللي بتحب تشوف الحاجة ببساطة جدا، بتحب الحياة، بتحب جديد، ما بتحبش الروتين ابدا. الروتين بتاعك ده بيعمل لك مشاكل نفسيا وجسديا، بيخليك تعاني من حبة عراقيل موجودة في حياتك، بس ايامك اللي جاية هتكون ماشي في كذا طريق، والطريق اللي انت هتكون ماشي فيه ده هيكون حلو قوي.
نشوف بقى رسالة ربنا ليك ايه، وايه اللي مستخبي عندك. حط النية بتاعتك، يا ترى نيتك ايه، علشان كده هيظهر لك الرسالة الحلوة دي. الرسالة الحلوة بتقول لك: فعلى الله يغير من اجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك. يبقى الرسالة تخص امورك العاطفية، صح؟ لو ما كانش تخص امورك العاطفية فتخص امورك المادية. الرسالة بتقول لك: فلعل الله يغير من اجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك. قول لي بقى الامنية بتاعتك تستاهل منك ايه؟ الامنية بتاعتك فعلا بتخص العاطفة ولا تخص حالتك المادية؟ فكل الاحوال اتمنى لك السعادة، واتمنى لك الهنا، اتمنى لك التغيير والفرحة والطاقة الايجابية باذن الله بفضل ربنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط لي لايك وتكتب لي تعليق جميل. تحياتي ليك، واتمنى لك السعادة والهنا لايامك اللي جاية.